بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى عيد الله الأغر، عيد الله الأعظم، عيد الغدير، وتنصيب مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. السلام عليكم أيها الحفل الكريم. أنا أستميحكم عذرا أولا، وأستميح أساتذتي أساتذة المنبر ثانيا، وأنا حضرتها هنا من باب حضور الجاهل بين يدي العلماء. صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. لقوة الشعائر الحسينية ولقدسية الشعائر الحسينية ولعظمة الشعائر الحسينية بات أعداء الإسلام وأعداء الإنسانية وأعداء التاريخ يلقون بالشبهات على الشعائر الحسينية. فمنهم من يلقي شبهة فقهية بعنوان حرام وحلال، وهذا يعني مختص به الفقهاء، ومنهم من يلقي شبهة تاريخية، واحد يقول التطبير جابوا الهنود، واحد يقول المشي جابوا من الكويت، واحد يقول ما أدري منين، ومنهم من يلقي شبهة اجتماعية، هذا يصير هذا ما يصير، هذا معقول هذا غير معقول، ومنهم ومنهم ومنهم. لذلك ارتأوا الشباب في هذه الهيئة المباركة أن يقيموا هذا المؤتمر للتبليغ. أولا، من الذي أسس الشعائر الحسينية؟ لعلكم تسمعون لأول مرة هذا الجواب، ونقف عنده إن شاء الله بالأدلة، يعني مجرد ادعاء، إن صح بالأدلة فخذوا به، وإن لم يصح فاضربوا به عرض الجدار. الذي أسس الشعائر الحسينية هو الله عز وجل. هسا على كيفهم وياي جايين بالأدلة، شوية الادعاء صعب والبعض يشوفها ثقيلة. الله عز وجل، الله خلق كل شيء، الله أسس كل شيء. لو نظرنا إلى تاريخ ما يتعلق بالحسين سلام الله عليه، لا سيما ثلاثة شعائر رئيسية قبل أن يخلق الله الدنيا وابتدأها الله على الأنبياء وعلى الأولياء بقضية الحسين: شعيرة البكاء، وشعيرة الزيارة، وشعيرة الدم. هذه الشعائر الثلاثة الله سبحانه وتعالى أجراها على أغلب الأنبياء، إن لم يكونوا كل الأنبياء، على الأقل ورد في التاريخ أن الله عز وجل أجراها كسنة على الأنبياء أولي العزم. هسه الوقت شوية محصور، أنا أستطردها استطرادا. في قضية آدم بعد أن أنزل على اتفاق أغلب الروايات أنه أنزله الله في عرفة، وسميت عرفة لأنه تعرف بها على ذنوبه أو تعرف على زوجه، وجعل يبكي اشتياقا للجنة وعلى فرقة الجنة 40 ليلة في روايات العامة 6 أشهر، فأنزل الله إليه جبرائيل يؤنس وحشته بعد أن علم آدم الأسماء. كل هذه التفسيرات الأئمة سلام الله عليهم، جاء به إلى كربلاء فسقط على الأرض فشجت رجله فسال دمه، فقال: أي رب، يعني يا ربي لماذا سال دمي، لذنب؟ قال: لا، ولكن أجريت دمك موافقة لدم الحسين. فقال: إلهي، وما الحسين؟ قال جبرائيل: قال بلى. قال: اقرأ عليه مصيبة الحسين، اقرأ عليه خبر الحسين. نوح في السفينة عندما أعطاه الله 360,000 مسمار حديد، وأعطاه 5 مسامير من نور، وقال: اسمرها في السفينة كي تكون حرزا منيعا وحصنا منيعا للسفينة، 2 على اليمين و2 على اليسار و1 في القلب. ذول 5 أصحاب الكساء اللي الله يقول في روايات السنة والشيعة: وعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني، ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا إلا لأجل هؤلاء الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فأسمرها نوح سلام الله عليه على السفينة في المسمار 5، جاءت المطرقة على إصبعه فسال الدم، فقال: يا رب لماذا؟ قال: أجريت دمك موافقة لدم الحسين. الآن من المؤسس؟ رسول الله مؤسس، لو الله مؤسس الشعائر.
الأنبياء أقاموا الشعائر. موسى يأتيه أحد من بني إسرائيل يقول له: يا كريم الله، أنا علي ذنب، أنا أعلم أن الله لا يغفره. قال العياذ بالله. جاء موسى ناجى ربه فقال له الله: تعسى له ولرأيه، يا موسى قل لبني إسرائيل أنا كتبت على نفسي أن أكون أرحم الراحمين وأن أكون غفار الذنوب جميعا، يا موسى أنا أغفر الذنوب جميعا إلا ذنب قاتل الحسين. قال: يا رب، ومن قاتل الحسين؟ قال جبرائيل. قال: بلى. قال: اقرأ عليه مصيبة الحسين. أما عيسى فمن الذين يطلبون بثأر الحسين كما نعلم وكما هي عقيدة المسلمين. أما رسول الله صلى الله عليه وآله فكان يتعامل مع الحسين كشخص ويتعامل مع قضية الحسين كشخص. في الوقت ما يسمع أجيب وحدة من الروايات العامة، من الروايات العامة عن عبد الله بن عمر يقول: كان يخطب فينا رسول الله صلى الله عليه وآله في أحد الأيام، فدخل الحسين إلى المسجد وكان رباعيا، يعني عمره 3، 4، 5، فجعل يتخطى رقاب الناس متوجها إلى جده. عندما رآه جده قطع خطبته ونزل مهرولا للحسين. طبعا هاي الكلمة بالرواية رد لها شرح، يعني احنا عندنا مكروه المشي الحيل. في آداب المشي في السكك، المشي السريع يسلب الحياة، لكن شوف الاستثناءات للحسين. أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله قبله في نحره، قال: السلام عليك يا زين السماوات والأرض، ثم انفجر بالبكاء فبكينا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وآله. زين انتهت. واحد يقول النبي ما عنده أطفال، ما عنده أولاد، إبراهيم أو قاسم أولاد الاثنين أو على بعض ألقاب أو الروايات 4 أو 3 توفوا، رجع إلى المنبر قال: أيها الناس، اعلموا أن ابني هذا سيد شباب أهل الجنة، وهو ريحانتي من الدنيا، وهو سيد الشهداء، سوف يقتل ظمآنا إلى جنب الفرات في أرض تدعى أرض كرب. النبي لا ينطق عن الهوى، النبي مقيم للشعائر وليس مؤسسا للشعائر. فالذي أسس الشعائر هو الله عز وجل. ولذلك الآية الشريفة ما تقول من يعظم الله، من يعظم شعائر الله. البضاعة التي يحتاجها الإنسان يوم يلقى ربه هي ماذا؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب وين تربي؟ من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله سبحانه وتعالى أراد لكل إنسان، ولذلك الله عظم كل ما يتعلق بالحسين. تربة الحسين عظمها الله، أرض الحسين عظمه الله، البكاء على الحسين في رواياتنا وفي بعض الروايات الأخرى لو سقطت قطرة، مضمون الرواية لو سقطت قطرة من البكاء على جدي الإمام الحسين، بالخصائص الرواية منسوبة للباقر سلام الله عليه، خصائص الحسينية، لو سقطت قطرة من البكاء على جدي الحسين على جهنم لأطفأتها. في غير مورد الإمام الصادق يقول: يؤمر على أحدكم إلى جهنم ما عند عمل واحد فتأباه جهنم، ما تقبله، جهنم معصومة لا تعصي. فيقول له الله: لم لم تقبله؟ قالت: ربي، ألم تكتب علي أو تمنعني أن أعذب خدا سالت عليه دمعة للحسين؟ الله عظم كل ما يتعلق بالحسين. زائر الحسين يناجيه الله، زائر الحسين ينزلون الأنبياء وليس الملائكة يصافحونه. من أراد مصافحة أرواح 124,000 نبي فليزر الحسين. في رواية القمي رحمة الله عليه، رواية البحار في النصف من شعبان، في رواية المصباح المتهجد في النصف من رجب، في رواية البحار رواية أكو مطلقة في البحار وأكو رواية في النصف من شهر رمضان. هذه زيارة الحسين سلام الله عليه. يعني إذن من الذي أسس شعائر الحسين؟ الله أسس شعائر الحسين وأقاموها الأنبياء، لأن الحسين الله عرضه كقضية على كل الخلائق. ولذلك الإمام الصادق في زيارة 40 ماذا يقول؟ ولقد بكى عليك كل شيء إلا آل عثمان، كل من أدوات العموم، كل الأشياء الله سبحانه وتعالى عرض عليها قضية الحسين سلام الله عليه. يعني أحد الأئمة يمشي إلى جنب جبل أو تلة في أحد الأيام حتى تعرف شلون تتعامل الأشياء مع قضية الحسين.
يقول انفجر بالبكاء. يا ابن رسول الله ما الذي يبكيك؟ الرواية موجودة في البحار عن الصادق. ما الذي يبكي؟ قال لو تعلمون كيف بكى هذا التل أو هذا الجبل عندما مرت عليه سبايا الحسين. بكى عليك كل شيء، بكت عليك الحوت في البحار، ولطمت عليك الحور في الجنان، وبكى عليك أهل النار في نيرانهم وأهل الجنة في جنتهم، وبكى عليك مما يرى ومما لا يرى. الله سبحانه وتعالى أراد أن تعظم هذه الشعائر. إذن الذي أسس الشعائر هو الله عز وجل، والذي أقامها هم الأنبياء وأهل البيت محمد وآل محمد. ما هو حجم مصيبة الحسين؟ الآن محرم على الأبواب، وللأسف وبحرقة أقولها أنك في مدينة الحسين، في هذه المدينة المقدسة المباحة، الله قدسها والحكومة والناس أباحوها. الآن أنا ما موجود في كربلاء، ولكن يقال في يوم العاشر المحلات تفتح أبوابها وتبيع الملابس الداخلية في يوم العاشر في شهر محرم. وخلي يعلم كل العراقيين ولا سيما أهل كربلاء، إذا ما يحترم الحسين الله يحرق العراق. أمن العراق عند الحسين. الشرطة هاي ظواهر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أمن العالم، الله سبحانه وتعالى في الزيارة المطلقة الثانية، الزيارات القم منقسمها إلى قسمين، قسم مسميها مخصوصة لها أيام وأوقات، وقسم سماها مطلقة. في الزيارة الثانية المطلقة الإمام الصادق يقول للإمام الحسين: إرادة الله في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر عن بيوتكم. إرادة الله مو في مقادير العباد، لا، في مقادير أموره. الله إذا أراد أن يقدر أمرا له لذاته ينزله على الحسين سلام الله عليه. ما هو حجم تسمع بعد كم يوم: هم إجانا محرم وهم راح يقطعون الطريق، إجراءات دولة هاي الأرض. أخواني، الله أسماها على لسان النبي، سماها أرض كرب وبلاء في روايات العامة، في روايات السنة، رواية رؤية عبد الله ابن عباس ورواية أم سلمة وقارورة الدم. العام يروها، السنة يروها، أن النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال عندما افتقدته، في رواية أم سلمة افتقدته ودخل عليها في الصبح وقال لها: الآن انتهيت من حفر قبر ولدي الحسين. تقول دخل علي أشعث أغبر، الآن انتهيت من حفر قبر ولدي الحسين وأصحابه وأهل بيته في أرض تدعى أرض كرب. النبي إذا يدعي الدعاء، هذا الادعاء لمن؟ لله، لا ينطق عن الهوى. الله سماها أرض كرب وبلاء، ويجي واحد يبيح يشيل قدسيته. حجم مصيبة الحسين ما هو؟ ما هو قدر البكاء على الحسين؟ حجم مصيبة الحسين الإمام يروي في زيارة عاشوراء: مصيبة جلت وعظمت على جميع أهل السماوات والأرض، وجلت وعظمت على جميع أهل الإسلام. هذا حجم مصيبة الحسين سلام الله عليه. ولذلك أخواني، هذه إقامة الشعائر نصرة للحسين. ونصرة الحسين واجبة أم مستحبة؟ واجبة نصرة الحسين، لأن نصرة الحسين نصرة لنا. ولذلك هناك من ينصر وهناك من يخذل. في مثل هذا اليوم، يوم الغدير، وقف رسول الله في آخر سنة من حياته وأخذ بيد أمير المؤمنين وقال خطبة طبعا طويلة، لكن المشهور من هذا: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. هذا الأخير المتخاذل، من هو هذا المتخاذل؟ هذا مو عدو أخواني، العدو اللهم عادي من عاداه. هذا مو ناصر، الناصر انصر، ولا موالي، هذا محب ويعتقد بأمر علي ويقصر عنه. المقصر متخاذل، الذي يستطيع أن يصنع شيئا ولا يصنعه للشعائر لهذه المدينة على كل مستوى، شعيرة بالبيت. الذي يقصر يعتبر مخاذل، والمخاذل يخذله الله. اللهم اخذل من خذله. هسه برخصة أساتذتي خل أوقف يم هاي في الدقيقة واحدة. أخواني يقولون
في علم الأصول قاعدة القبح وقاعدة الحسن. هسا أشرحها لك. الحسين سلام من خلال المثال حتى نعبره، الحسين سلام الله عليه شقد بي حسن غير متناهي. يعني الحسين على قياس 100% عنده حسن 100% لو 98 100% بل 120% 120 مليار بالمئة. طيب هذا إذا أنت تقدم، يعني هاي مصيبة الحسين إش قد يحتاج توهج لها وإش قد يحتاج إقامة لها 100% على قدر الحسن. إذا أنت تستطيع تسوي 100% أو تسوي 80% في 20% تخاذلته، والله يقول اللهم أخذل من خذله. ما أدري واضح المثال الآن؟ إش قد أكو حسن في فاطمة إش قد غير متناهي، الله وحده يعلم. طيب إش قد أكو قبح في أعداء فاطمة أيضا غير متناهي. إذا أنت تجي تريد تصبغ لهم صورة وتقول لحد عن عمر ترى هذا يفرق المسلمين، فقد تخاذلت على هاي القاعدة، تخاذلت في، لأن ذولا القبح عندهم غير متناهي. منين جبت لهم حسين؟ منين قلت صحابة؟ منين قلت خوش رادم؟ ما عندهم. وهكذا في قضية الحسين، قضية الحسين جلت وعظمت على جميع أهل السماوات والأرض. إذا أنت تقدر تجللها وتعظمها على مستواك وتقصر في 1% فأنت متخاذل 1%، ومشمول بدعاء النبي اللهم أخذل من خذله. هذه شعائر الحسين سلام الله عليه، الأنبياء أقاموها، وقلنا النبي رسول الله صلى الله عليه وآله أقامها. النبي قدم الحسين كشخص وقدم كربلاء، جبت لك الروايات. النبي صلى الله عليه وآله في يوم ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه، والرواية طويلة عن صفية بنت عبد المطلب تقول كنت عند فاطمة في ليلة مخاضها بالحسين، يعني ليلة 3 شعبان سنة 4 أو 5 أو 6 للهجرة، جزا الله المسلمين خيرا، ما يعرفون مواليد أئمتهم، ما يعرفون مواليد نبيهم. أنت تدري في مواليد الأئمة كتحقيق من رسول الله إلى صاحب الزمان لم تثبت، هذا كله مشهور في مواليد الأئمة، في شهادات الأئمة من رسول الله إلى الإمام العسكري باستثناء أمير المؤمنين والإمام الحسين ثابت، الباقي كله مثابت. 10 روايات أكو 5 في قضية فاطمة، 86 رواية، يعني ممكن أن تقع شهادة فاطمة في 80 ليلة. هذا من المشهورات الثلاثة. في قبور أهل البيت لم يثبت قبر عند المسلمين إلا عند الشيعة فقط. إلى الآن المسلمين يزورون قبر رسول الله، ولكن يقولون مو قبر رسول الله. وحتى بعض الشيعة عندهم خلاف طبعا على قبر رسول الله في قضية مفصلة. الله سبحانه وتعالى، صفية بنت عبد المطلب تقول عندما نزل الحسين من بطن أمه نزل راكعا ساجدا مسبحا مكبرا شاكرا، طبعا هذا ديدا أغلب كل الأئمة وبعض الأنبياء. فالنبي وين واقف؟ خلف الباب. الآن خلف الباب من يروي الرواية؟ أمير المؤمنين يقول أنظر إلى رسول الله تارة يقوم وتارة يقعد وتارة يرشح يعرق. فعندما نزل الحسين نادى رسول الله عم صفية علي بابني، قلت لك رواية طويلة. عندما جيء به نظر إليه رسول الله وقال السلام عليك يا زين السماوات والأرض، ثم قبله في نحره. شوف إقامة الشعائر. ثم قبله في نحره فبكى حتى بكى لبكائه كل من كان حاضرا. فقالت فاطمة، هذا سؤال العارف مو سؤال الجاهل، فاطمة تعرف مقام الحسين، فاطمة أم الحسين، فاطمة حجة على الحسين. سؤال العارف، أحيانا الله سبحانه وتعالى علام الغيوب يسأل موسى ما تلك التي في يمينك يا موسى؟ مو معناها ستقول لي فاطمة يا رسول الله لماذا تبكي؟ أنقص في هذا الولد؟ قال لا، ولكن سوف يقتل ظمآنا إلى جنب الفرات، وسوف تبكي عليه ملائكة السماء والوحوش في البحار والطير في السماء. رواية طويلة. كل شيء بكى على الحسين كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه. فحجم مصيبة الإمام الحسين مصيبة جلت وعظمت على جميع أهل السماء والأرض. لذلك الأئمة من قبل الحسين قلنا كيف تعاملوا مع قضية الحسين، أما من بعد الحسين كيف تعاملوا مع قضية الحسين سلام الله عليه. الإمام الصادق أتعلمون عندما يقدم له الطعام ماذا يقول؟
يبكي ويقول أيهنأ بعدك العيش يا أبا عبد الله، هاي الدنيا بها حضورك. الإمام زين العابدين هذه الرواية المشهورة ما قدم له طعام 37 عام على أقل الروايات و40 عام على أكثر الروايات بعد كربلاء، ما قدمه يعني مو شرط وجبة حتى لو يعطونه قطعة من الخبز إلا وخلطه بدموعه ويقول مات والدي وهو جوعان وعطشان. هكذا واحد كان خادم غلام عند الإمام زين العابدين، قال له يا ابن رسول الله 10 سنوات، قال له يا ابن رسول الله أنا ما أتحمل أنينك، يا إما تعتقني يا إما تبيعني. قال له اذهب أنت في حل مني، روح إلى وجه الله، حقك أنت سمعت أنيني، أنا رأيت بعيني أبي وأهل بيته كانوا مجزرين كالأضاحي على رمضاء كربلاء. الله سبحانه وتعالى هكذا، الأئمة هكذا. الإمام الرضا، أنا ما أجيب لك المشهورات، المشهور الإمام الرضا يقول إن تنصب الفعل المضارع إن يوم الحسين، يعني ما دام يوم الحسين موجود إحنا هيك يصير بينا، إن يوم الحسين أسبل دموعنا سبيل وأقرح جفوننا وأذل عزيزنا وأورثنا الحزن والعزاء إلى يوم الإنقضاء. هكذا يجب التعامل مع قضية الحسين. الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه، لأجله صلوا على محمد وآل محمد. أقرأوا الزيارة الناحية شي يقول، هذا نظام البكاء على الحسين، اخدم الإمام زمانك، والله لئن أخرتني عنك الدهور وأعاقني عن نصرتك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربة ولمن نصب لك العداوة مناصبة، فلأندبنك كل صباح ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. ما أدري ليش السبع بعض الخطباء لهنا، لا حتى الإمام يقول حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب، موجودة في مفاتيح الجنان. التعامل مع قضية الحسين يجب أن يكون هكذا، التعامل مع شعائر الحسين يجب أن يكون هكذا. الشبهات تلقى أخواني، أعداء الحوزة وأعداء المرجعية وأعداء الدين يأتون ويلقون الشبهات على شعائر الإمام الحسين تحت العمامة، ما يطلع لك واحد أفندي، أفندي ما يقدر يتنفس، يطلع واحد بعنوان مرجع تقليد وينفي قبور أهل البيت ويقول شريفة ما موجودة، ويقول ابن الإمام الكاظم ما موجود، والتاريخ يعج عندما كان هناك معصومان الإمام زين العابدين والإمام الباقر وأم البنين، كانت في كل يوم تصنع 4 قبور من تراب، مو شباك وذهب وتصلي الناس، من تراب، ما حد عاب عليها من المعصومين. الآن هاي الشبهات، ولذلك تجي قبل محرم الحسين سلام الله عليه، هاي كلها بتعبيرنا لفلفها عند جيش، إن شاء الله تشوفونا يوم العاشر، عند جيش يأتيه من كل حدب وصوب. إحصائية موكب أو شعيرة التطبير في العام الماضي 6 ملايين، عند جيش يطلع يوم العاشر هاي الشبهات كلها يسحقها سيد الشهداء. أقول ذولا بس في كربلاء 6 ملايين، مو كل العالم، في لبنان فد 1 مليون 2 مليون، في إيران فد 4-5 ملايين، في أوروبا كذا 1000 مليون إلى آخره. ولكن إحنا عندنا تكليف حتى لا نكون متخاذلون، حتى لا الله سبحانه وتعالى يخذلنا. أخواني أخطر قضية وضعها الله في الدنيا قضية الحسين، الذي قتل الشمر الحسين ولكن الذي صنع له سرجا الله يتعامل معه كتعامل الشمر. اللهم إلعن أمة قتلت وأسرجت، صنع السراج أو صنع السرج على إطلاق الكلمة، أو تظاهرت أو تنقبت. هسه فد واحد الجيش فات من يمه وتنقب عن التراب لكن رضى بفعلهم، الله يقول أتعامل ويا حال حال الشمر. الآن أنت تقدم ماء على حب الحسين، الله يتعامل وياك كالذي جاء بالماء إلى عيال الحسين، من سقى الماء على حب الحسين كان كمن سقى عيال الحسين. نفس القضية، قضية من هذا الجانب عظيمة ومن هذا الجانب عظيم. اللهم إلعن أمة شايعت أم شيعت ابنها إلى الباب ولكن ذهب لقتال الحسين، حالة الأم والولد واحد. يروي مرجع التقليد الحاج السيد صادق الحسين الشيرازي حفظه الله من مروياته، أنا سامع من عنده،
ينقل عن هذا المصدر بالمصادر العامة تاريخ ابن كثير في أحداث سنة 61 هجرة قضية الحسين سلام الله عليه، فيقول عبيد الله ابن زياد لعنة الله عليه أمر أمرا، صدر أمرا، الآن يسمونه أمر ديواني، أمر حكومي كذا ملكي، قال الذي يذهب لقتال الحسين يأخذ الجائزة، والذي لا يذهب تهدم داره في الكوفة. هذا أكو رجل سمح السيد يروي عن هذا المصدر اللي أعطيك إياه، ابن الأثير في تلك أحداث سنة 20 سنة مصر على الحسين، واحد رجل جاء في الليل إلى بيته متألما، قالت لزوجته ما الخبر؟ قالها والله اليوم الأمير هكذا قال. قالت لا عليك، أنا أعلمك، الإمام الباقر يقول الزوجة الصالحة بضاعة الرجل إلى الجنة، والزوجة الطالحة بضاعة الرجل إلى جهنم. قالت لا ما عليك، هاي اللي عندنا يسمونها ساعة لقلبك وساعة لربك، هذا أصلا نفاق، لأن لو ربك لو قلبك. فقالت لا ما عليك، خذ لامة حربك، وإذا التقى الجمعان لا تقاتل الحسين. انت شو تسوي؟ نروح هسه واحد امام 80,000 اخواني. في بعض الروايات اللي حب يراجع كتاب السيد عبد الكريم القزويني اسمه الوقائع او الوثائق العسكريه لواقعه الطف، فيه روايه، في روايه هو ينقل هذا، هذا السيد كانه حي في قم، كانه موجود. هذا يقول عمر ابن سعد كتب رساله الى عبيد الله ابن زياد، لقد دفنت 100,000 من اشراف الكوفه ولم استطع على الحسين. مدري بالخير رجال 100,000، سأقل الروايات 30,000، وبعض الروايات المشهورة 80,000. واحد أمام هالآلاف شيء أثر؟ هذا هم قعد، انتهت القضية، رجع أخذ الجائزة ونام. ابن الأثير سماحة السيد يروي يقول فقام بالليل وهو أعمى العينين ويقول لقد أعماني رسول الله، ما الخبر؟ قال كأنني كما يرى النائم رأيت القيامة، قامت القيامة، فجاءوا برسول الله وأمامه طشت فيه دم الحسين، وقال علي بقتلة الحسين. أخواني اللي حاسب يوم القيامة أهل البيت، حساب الخلق إليكم وإيابه عليكم. أي إذا أنت حسيناوي أم عندك عقيدة وتخدم الحسين بهاي المدينة، هاي طبيعية عندك، مو يعني مو مشكلة. الله متنزه عن هاي الخلائق، الله أعطى هذا الكون في نظرية التفويض اللي قبلوها كل المسلمين حتى السلفية، لكن هي هرجة. نظرية التفويض أن الله يفوض الخلائق إلى حجة من الحجج، هذا كل المسلمين يقبلونه، بس مكروهة وجابت من الصين، يا مشي عصر كفر. وإلا الله فوض الخلائق لعمر يقبلونه، الله فوض الخلائق لنملة يقبلونه، الله فوض الخلائق لحصان. ابن حزم في المحلى يقول الله فوض الخلائق هاي كلها، حطها الخلائق كلها على حصان، على ظهر ما الحصان. هاي العقيدة المضحكة يقبلون بها، من نقول الله فوض الخلائق لحجته رسول الله ومن بعدها البيت، يقول له التكافر. زين، فالنبي قال علي، يقول أنا قوموني، هذا اللي ما مسوي شيء. قلت له يا رسول الله أنا لم أجرد سيف ولم أطعن برمح ولم أنمي بنملة. قال بلى، علي بميل، ميل يعني أبرة، فغرزه في هذا الدم ثم وضعه في عيني وقد أعماني رسول الله. ابن الأثير الناصب يقول وقد مات لعنة الله عليه. خطر قضية الحسين سلام الله عليه، ولذلك الله قدس كل ما يتعلق بسيد الشهداء سلام الله عليه. حتى أختم، سأنا ما عندي ساعة، ضاع الوقت. ما هي الضوابط في الشعائر؟ الضوابط في الشعائر على قسمين، قسم أن تكون هاي ضابطة عقائدية يعتقدها كل الشيعة، أن تكون الشعيرة مشعرة بقضية الإمام الحسين. أنت تلبس أسود وتمشي بالشارع، واحد يقول لك خير، تشعره تقول له مات ابن عمي، أو على شهادة الإمام الحسين سلام الله، أن تكون مشعرة. والركن الثاني، الركيزة الثانية، أن تكون ماذا؟ أن تكون لا تصطدم بالحرام، يعني مو حرام، يعني أن تكون مثلا مباحة أو تكون مستحبة. وكل هذه شعائرنا مباحة ومستحبة بإجماع فقهاء الشيعة. أخواني حتى أختم، اللي حرموا بعض الشعائر الحسين حرموا بالعنوان الثاني وليس بالعنوان الأول، لأن العنوان الأول ما من حق الفقيه أن يحرم، مباح القضية. العنوان الثاني يعني إذا كانت هذه الشعيرة، إذا كان هذا التطبير يهن على بعض أدلة المحرمين، يوهن المذهب كذا، فيكون حراما بالعنوان الثاني، وإلا بالأصل هو مباح. وماذا؟ وهو نصرة لمحمد وآل محمد.
لماذا سميت الشعائر الحسينية؟ لأنه أكثرها إمضاء، وإن كان هذا يحتاج إلى كلام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في رواية العامة. ابن سعد بالطبقات يرويها، دخل عليه عمر ابن سعد فوجد النبي صلى الله عليه وآله في أحد الأيام يبكي، قال يا رسول الله لا أبكى الله لك عين، ما الذي يبكي؟ قال لقد تذكرت أخوتي. قال يا رسول الله ما عندك أخوة، إحنا أصحابك. قال أخوتي الذين يولدون على ولاية علي بن أبي طالب ولم يرونه، ما يشوفونه، فوالله يا رواية العامة، فوالله يا سعد، سعد أو واحد غير تردد من عدي، فإني أعرفهم بأسمائهم وأسماء أمهاتهم. هذا دلالة على طهارة المولد، وقد طهرنا الله بولايتكم، وأعرف متى يموتون وأين يدفنون وأنا أكون شافعهم يوم القيامة. وجاب الدليل وتلا قوله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. أسعد الله أيامكم بمناسبة ذكرى الغدير عيد الله الأكبر، ومن المؤسف ومن المقرح في العراق بصورة عامة وفي كربلاء هكذا نتعامل مع قضية الغدير. يعني العتب الأول والأخير على الروضة الحسينية المباركة والروضة العباسية، أنا ما أقدر أقول عتبة، الروضة الحسينية المباركة، لأنه هاي غير قطعة ماكو، استشهد الباقر خلوا لهم قطعة استشهد، لو مؤتمر هم مسوينه كان قلبوا الدنيا الآن، كان جابوا الشوارع والمنشآت والسيارات والرافعات والناقلات والآت كلها جابوها. لكن هذا علي ما ويا واحد، لا عد حزب ولا ابن مرجع ولا عد فلوس ولا تابع الواحد، علي منو على تعبيرهم. وحتى النجف أكثر من زيارة ماكو، ما سمعنا أن مرجع قال أسعد الله أيامكم، رئيس قال أسعد الله أيامكم، فد مؤسسة دينية وزعت شكليات ماكو أبدا. ومع الأسف أسأل من الله أن يهديني وإياكم إلى كلمة الحق، ولأن نموت على خدمة الحسين. وأسعد الله أيامكم وأستميحكم جميعا عذرا، لا سيما أساتذة العلماء، وأنا قرأت من باب حضور الجاهل بين يدي العالم. وصلى الله على محمد وآل محمد.